وهي خلينا نرجع للفيديو، في الفيديو هنتكلم على أرخص موسم أنا جربتهم خلال الفترة اللي فاتت، هو من كده شكل الموسم ما احنا كان شيء الموسم نفسها. أول حاجة ده جي 305، هو من شركة لوجيتك، وطبعا هتقول لي المنتج ده كوبي يعني، هنتكلم عليه بعد كده، نتكلم عن المميزات والعيوب والحاجات اللي ظهرت. طب لو عايز تعرف مراجعة كاملة عن المنتجات دي، هسيب لك اللينكات كلها في أول كومنت بالتفصيل بفتح صندوق. لما نتكلم ده لوجيتك جي 305 كده الشكل البوكس بتاعه تمام، يعني اللي انا اكتشفت ان هو كوبي، لان يعني سعره وهذا الشيء حسيته ان هو يعني كوبي، مش عارف ليه كده. كل هو ليه برنامج يعني، احنا ايه في مراجعة اتكلمنا ان هو ايه في الزرابة يعني، لان سعر اصلا الاصل تقريبا 1000 وشوية بالنسبة للجي 305 من لوجيتك. وده بقى كده الماوس الجام التنين، وهو من شركة اولو، زي ما عارفين احنا جربنا منتجات كتيرة من شركة اولو، وكان اخر هذا الماوس ده هو ماوس وايرلس، هو ال AM300 شركة اولو تمام كده. ده كده بالنسبة للشكل البوكس، خمس صندوق الحاجات دي كلها هتلاقوا ايه اللينكات بتاعتها في اول كومنت. ده كده الشكل الماوسات بتاعتنا تمام، ده كده اللوجيتك جي 305 تمام، ده كده الاولى ال AM300. نتكلم من الواجهة الأمامية للماوسات نفسها، ده عندك الزرار المعروفة زي كليك يمين والسكرول تمام، وزرار الدي بي ار ده بالنسبة للوجيتك، وعندك هنا زرارين على الجنب تمام. عندك هنا لو قلبنا الماوس هنلاقي طبعا شعار لوجيتك مع زرار الفتح والقفل، واللي جامد في الماوس ده ان هو بيجي بلوتوث. بالنسبة لطريقة التشغيل او الطاقة اللي هو بياخدها، هو بياخد حجاير تمام، يعني حاجة بالنسبة لي كانت متعبة شويتين يعني، بس يعني ميزة ان هو بلوتوث حلو، بس فكرة ان هو بيجي بحاجات فالموضوع بيبقى صعب بالنسبة لي. ده كده بالنسبة للوجيتك. بالنسبة للأورا الـ AM300 طبعا عادي زي ما كمان سكرول سكرول يمين كليك يمين وكليك شمال، ما عندك السكرول تمام، واللي هو برضو بيشتغل في نفس الوقت زرار في بعض الألعاب، كان منها لعبة جي تي اي 5 تمام. عندك طبعا شعار بتاع شركة أولى، لو قلبنا الماوس تلاقي عندك زرار دي بي اي، زرار التشغيل الاطفاء تمام، وعندك طبعا الدونجل ده تمام اللي هو يعني بص كان هاتي اصلا هو طبعا ده الدونجل. فالماوس ده بيشتغل عن طريق اليو اس بي اي، بس الفكرة ان الماوس ده بيجي بشحن، والشحن بتاعه هو ميكرو يو اس بي، والمفروض يعني غالبا بياخد معاك حوالي شهرين ثلاثة بشحنة واحدة، اللي هي الشحن حوالي 2.5 ساعة. طبعا مفهوش اي بقى زراير ولا يمين ولا شمال ولا اي حاجة. بالنسبة لي هي نقطة العيب يعني، احنا هنتكلم ان انت الماوس هنقدر نقدر مخصص للناس اللي مثلا شغالة على وورد، شغالة على اكسل، فاهم؟ هو مش عايز زراير كتير، وعايز ماوس فاهمني من غير سلوك ما يضايقهوش، مش عايز بقى ان هو يبقى كل شوية بيفكر ان هو يجيب له حجارة او الكلام ده. فنقطة زرار دي بي اي يعني، لو انت بتستخدم زرار دي بي اي كتير فالموضوع هيبقى عندك مشكلة بطريقة مرعبة، لان يعني الزرار من تحت، ففكرة ان انت بقى تبقى شغال كده فاهمني، انت عايز تدوس يعني تغير سرعة الماوس، لا مش انت هتضطر تقلب الماوس بالشكل ده، تبدأ تدوس على زرار دي بي اي. فالموضوع عندي بالنسبة ليا صعب جدا. طبعا زرار دي بي اي بيشتغل على 3 مراحل بالنسبة طبعا للوجيتك، فالجامد جامد تنين فكرة زرار دي بي اي عادي، هو فوق يعني زي معظم الماوسات. طبعا هو بيجي زرار واحد، وطبعا بيديك مجموعة من المستويات، عكس كان عندنا ده كان بيدينا مجموعة من ال بسم الله، هو حاليا كان مش شغال حاليا دلوقتي يعني، كان معانا نفس المستويات اللي احنا كنا مجربينها تمام. كان مش فاكر كان من شركة ايه كده يعني، كان في زرارين دي بي اي بتزود السرعة وبتقلل السرعة بتاعت الدي بي اي، بس ده كان موز جيمنج، كان معاه كده ابلكيشن، كان معاه حاجة جامدة جدا. ده كده يعتبر يعني ايه هي إيه؟ مش مراجعة فاهمني، ومش مقارنة فاهمني، هو استعراض للموسين تمام بطريقة سريعة كده تمام. بالنسبة لي زي ما اتكلمنا هو ده يعني أفضل موسين أنا شفتهم حاليا وجربتهم يعني، مواجهنيش فيهم أي مشكلة. بالنسبة لي للحاجات اللي أنا كنت محتاج إنها تبقى موجودة، هو بالنسبة للوجيتك هو فكرة إن هو ببطارية تمام، يعني كان هيبقى موضوع جامد تنين. وللأسف بالنسبة لي الأول الإم 300 أنا كنت أتمنى الزرار دي بقى ده يبقى فوق يعني فاهم، في هذه الحتة هذا المكان كده، مش كده المكان يعني، مكان المفروض يبقى فيه لمبة هنا أو حاجة. فلو خليت الزرار دي بي أي هنا يعني أو هنا كده يعني، خلوني في الحتة دي فاهم، هو سليم أوي فاهم، حاجة كده ظريف لطيف لو أنت مثلا معاك لابتوب أو حاجة، فيعني هيبقى حاجة زغنطوطة معاك.
طبعا الماسكات كلها هتختلف، يعني عندك مثلا ماسكة بتاع لوجيتك، فهي بص هي واخدة كف الإيد كده، وتحس إن أنت مستريح، وعندك الزرارين دول هو إيه تطلع أو ترجع بيهم، فاهمني؟ المفروض هما ليهم برنامج، بس في النسخة دي طبعا هي نسخة فيستك يعني 350 جنيه، فطبعا إيه مفيش برنامج. ولو إحنا فاهمين غلط تكتبوا تقولنا برضه في الكومنتات يعني، تمام؟ ده كده بالنسبة لي. بص طبعا ده اسم مايكروسوفت دوت، يعني حاجة يعني بص دلع الدلع. شوف الصوت ده كده مفيش أصلا صوت، قرب كده من المايك، يعني الصوت يعني يعتبر مختفي مفيش خالص، عكس طبعا بقى المفشات فرح العمدة، فاهم انت؟ لو انت جاي تجامل يعني، مش جاي تدوس على كليكات ماوس. بس بالنسبة لي انا كنت مستمتع بالماوسين دول، ومن الوقت الاخر يعني ايه مرة تلاقيني مع لوجيتك، ومرة تلاقيني مع الاي ام 300. بس في الوقت الحالي انا متجه اكتر للاي ام 300 من شركة اولى، بحيث ان هو الموضوع مش هبقى محتاج اوي ال يعني ابقى ايه مش محتاج ايه مش مش بدا مش مش مستحمل انا بصراحه، انا كل شويه غير الحاجه يعني، مش كل شويه كل فتره بساعه، بس الموضوع برضو تبقى مثلا شغال على مشروع مهم فجاه اللي هو ايه بس حاجه رخيصه، انت خلاص بقى شغال على فيديو او شغال على حاجه، مضطر ان انت بقى تنزل او تجيب مثلا تخلي معاك حجاره احتياطيه. انا كنت بعمل للاسف كنت بعمل الفكره دي، انا كنت بسيب معايا حجاره احتياطيه. اما ايه كنت بمشي يعني لو باور بانك، اهو باور بانك كده مش بتوصل الوصله بتاعت الميكرو اس بي، هتسيبه الساعتين مثلا، هسيب المثال هتسيب الساعتين وتمام. اما انت كان مثلا لو ده فصل شهر بركن ده بسحب يعني بحاول امشي نفسي يعني. بس اسعارهم حوالي يعني 350 للاثنين، تمام؟ فبالنسبه لي كانت اسعارهم كويسه. طبعا زي ما اتكلمنا مراجعه فتح صندوق بالتفصيل اكتر هتلاقيه موجود على قناتي على اليوتيوب. انا حبيت بس استعرض المنتجين دول في فيديو واحد، تمام؟ ان شاء الله في فيديوهات تانية هنستعرض فيها مجموعه من المنتجات، هيكون معمول لها اصلا مراجعه، تمام؟ نيجي بعد كده نستعرض منتج من المنتجات دي الاثنين مع بعض، تمام؟ انت ومن بعد كده بقى يعني بص اول حاجه ايه اول حاجه نستعرض منتج عادي، تمام؟ في مراجعه لوحده منفصل، بعد كده هنجيب منتجين، تمام؟ نستعرضهم في نفس الفيديو، وبعد كده بقى هنجيب بقى لو هو فاهمني مثلا مجموعه من الماوسات، هنجيب بقى كل الماوسات اللي احنا استخدمناها واير وايرلس وبلوتوث والكلام ده كله، نستعرضهم برضه في فيديو واحد. الفيديو بقى فيه مثلا ايه مثلا 5 ماوسات 6 ماوسات 4 كده، فاهمني؟ غالبا يعني هيبقوا 6، فاهمني؟ برضه مجموعه من السماعات الكيبوردات الكلام ده كله. بس اللينكات كلها هتبقى في اول كومنت، اذا كان لينكات شراء ان شاء الله يعني نحاول ما انساش واسيب لكم اللينكات، اذا كان اللينكات بتاعت المراجعه بالتفصيل ان شاء الله. كان معاكم احمد بصي من جديد، سلام.